بابا، ماما اللي اشتريتها دول. انا ما كنت احب البرادي اللي قدمها بنوب. ماما راحت واشتريت هدول البرادي وحطتهم بغرفتي. كل الاغراض اللي اشتريتهم موجودين هون، بس ماما، ماما مو هون. بنتي، دائما في شيء ثابت بهالدنيا وهو الموت. نحن ما منقدر نهرب منه يا بنتي، بالأخير كلنا بدنا نموت. بلي بنصيبك وكملي حياتك. البكي ما رح يرجع الماما. بنتي اسمعيني شو رح قلك. ليكي صدقيني، في ناس حواليكي بيحبوك كتير وبتهمهم مصلحتك، بس هدول الناس مجرد ناس عاديين ما بيقدروا يعوضوني عن امي. بنتي نحن لازم نروح على بنراس، لازم نطلع من هالجو. بس هذا البيت اللي قاعدين فيه في ذكريات امي. كل زاوية من هذا البيت، كل زاوية من هذا البيت بتحكي لي قصة أو ذكرى عن امي. اسمعني بابا، انا بدي اعيش مكان ما كانت عايشة امي. لو سمحت بابا، بتمنى تكون فهمت علي. بابا لو سمحت ما بدي اطلع من هون. لا تخافي، هي أكيد رح تجي. أنا ماني خايفة شاية، بس أنا مو مصدقة إمتى أرجع أشوف ماما. الماما تعذبت كتير، وكل ما أفكر باللي صار مع وجدان بصير خاف أكتر وأكتر. صدقيني يا شاية، أنا ما بقدر أعيش بدون ماما. بس وجدان هلأ رح تعيش بدون الخالينيها كل عمرها. كيف بدها تكمل حياتها بدونها؟ عن جد صعبة. أنا كل ما أفكر بالقصة بتوجع كتير. نجاح اهدي حبيبتي. نجاح خلص، بس بنتي خلص. شو ليش ما رجع لهلأ؟ حلن يوصلوا من المطار. Thank you.
تعي لهون، يعني لوين بدك تهربي مني؟ اه رجعي لي الشال تبعي مستعمل. تعي لهون. لوين رحتي وتركتي امك؟ تركتيني 3 ايام. انا حسيت هالثلاث ايام 3 سنين وجدان. البيت كان هادي وفاضي، اما هلا هلا رجعت بنتي الصغيره والمزعجه ورجعت الفرحه. ايه ماما، بس انا ما اشتقت لك ابدا. وبتعرفي شو كمان؟ انا كثير انبسطت بهالثلاث ايام عن جد. انا ما اشتقت لك ابدا ماما. ايه مو مشكله يا انسه وجدان، بكره رح يجي شي يوم وروح لشي مكان بعيد، وقتها رح تشتاقي لي. يلا بنتي، هاي رح تكون آخر رحلة لأمك. خلينا نمشي منشان نودعها. وإذا أمك راحت على شي أرضي شو رح تعمل؟ آه؟ شو هالحكي اللي عم تحكي أمي؟ أنا ما رح خليك تروحي لمكان. أخي يلا يلا بنتي. معلش لا تخلي الرماد بإيدك يا بنتي. بنتي نجاح، تعي معنا إذا بدك، لأنه وجدان من جيلك، بركي بترتاح شوي. يلا لو سمحت، بلش الطقوس. يلا بنتي. يعني بركي أحسن أم بالعالم راحت لشي محل. شو؟ شو هالحكي اللي عم تحكي أمي؟ أنا ما رح خليك تروحي لمكان. يلا يا بنتي كبي الرماد بالنهر.